كابتنها بليل لما طلع اتكلم من قيمه يومين. طب ده يعني ده يا جماعه ده كان سؤالي اللي هساله بعد كده. لا والله بجد يعني عشان هم مربوط بالظبط يعني فضل. انه كابتن احمد بليل يعني لاعب سابق في الاهلي وكل حاجه، هل يليق او يصح ان هو يطلع يقول اللي هو قاله؟ بص يا دينا انا هتفق معاك، لو هنكوت اللي هو قاله هو بيقول انه الزمالك احسن له ما يسافرش لان هو كده كده خسران من دلوقتي. بالظبط، هو كان استهزاء مداخله يعني. مداخله هاتفيه مع زميلنا امير هشام، وبصراحه يعني كل امانه دينا قالت نقطه مهمه دلوقتي. كابتن احمد بلال اللي هو دلوقتي محلل محلل فني، بس احمد بلال لعب كوره وواحد من افضل المهاجمين في تاريخ النادي الاهلي. ما شفش احمد بلال بصراحه كراس حربه فاته كتير، خصوصا في موسم 2001 2002. احمد بلال انت لعبت، فواحده من يعني هو من مبادئ كره القدم كلعيبه مع بعض، لعيبه مع بعض، انك بتحترم المنافس مهما كان وضعه. صحيح. ليه؟ ده ان هو زميل ليك، يعني بخلاف اي تنافسيه او اي خلاف اي شيء هو زميلك، يعني هو يعني نفس الشغلانه اللي انت بتشتغلها، فطبيعي ان انت بتحترم زملاء المجال. دي اول حاجه مهما كان وضعه، مهما كان وضعه. يعني هدي مثلا بسيط، لو الاهلي مثلا بيلاعب فريق درجه رابعه، هل في حد يسخر منهم؟ لا. ليه؟ ان انت يبقى شكلك وحش، لان هم اوريدي ضعاف، بس انت بتسخر منهم ليه؟ لا. فالفكره انا في وجهه نظري يعني احمد بلال ربما يكون ما كانش عنده ثبات انفعالي وهو بيتكلم، او ربما يكون بص على الترند اكتر ما بص على حاجه تانية، فاطلق تصريح بصراحه. الاهلاويه نفسهم كثير من جماهير الاهلي عاتبت احمد بلال على تصريحه، حتى اعتقد عدد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ما اتكلموش عليه بشكل مباشر، ولكن لمحوا ان احنا بنرفض. مش عاجبهم. لا طبعا احنا بنحترم نادي الزمالك، وتاريخيا معروف مهما كان ظرف اي نادي في الديربي يبقى الديربي ديربي. بالظبط. ممكن النهارده نادي مش مرشح للانتصار تلاقي الفريق الثاني هو اللي بيكسب، شفناها كتير، شفناها في ماتش كاس مصر لما كابتن الجوهري استدعى اللعيبه الناشئين لما حصلت ازمه في الفريق الاول بالنادي الاهلي، وتم استبعاد الفريق الاول بالكامل تقريبا ما عدا الكابتن احمد شوبير، ولعبوا مع نادي الزمالك ماتش التلامذه اللي انتوا فاكرين ماتش الكاس، والنادي الاهلي كان دور الثمانيه، ونادي الزمالك الماتش ده المفروض ينزل يكسب سكور. ليه؟ بيلاعب فريق 20 سنه، يعني نادي الزمالك يعني بقوامه الاساسي والاول كوارشي بقى وفاروق جعفر وكل الناس دي في مجدها المفروض ينزلوا يكسبوا سكور. خسروا 3-2 بعد كده الماتش، حتى ماتش 6-1 نادي الزمالك كان قبل المباراه دي كان هو يعني كان في تنافسيه، بس نادي الزمالك كان قوي جدا. برده في مباراه، حتى مباراه السوبر الافريقي اعتقد ان النادي الاهلي كان هو مرشح ليها اكتر من نادي الزمالك، افتكر مباراه السوبر الافريقي في جوهانسبرغ كان النادي الاهلي مرشح ليها بصفقه طه عبد العال، ولسه كسبان دوري ابطال كاس الكؤوس الافريقيه، والزمالك كسبان الدوري الافريقي، بس الاهلي كان قوي جدا. فريق الاهلي ساعتها كان فرقه قويه للغايه، بس الزمالك هو اللي كسب. فالمباريات دي ملهاش مقياس، مفيش مقياس ليها. فانا اعتقد احمد بلال كان يجب ان هو يعني يبقى ياخد باله في الحته دي، عشان بصراحه احترام حتى يعلم اللي بيسمعه. صحيح، ما هو ده اللي احنا بنقوله يعني بيعلم اللي بيسمعه يعني. انت لازم تحترم المنافس بتاعك، لازم تديله قدره حتى لو هو عنده مشاكل. احنا عارفين الزمالك بقاله كذا سنه عنده مشاكل، وبكل امانه ما تقدرش مش عارفين نحاسب فيها مين، يعني الحاليين دول ما لهمش ذنب ولا مجلس اداره ولا مدير فني، وبيحاولوا يصلحوا اللي حصل، وبيحاولوا يعني يطلعوا من المأزق ده. ولكن انت بتقول ان ممكن يكون عدم ثبات انفعالي او كذا، بس دي مش اول مره كابتن احمد بلال يطلع يقلل من الزمالك. فانا اعتقد يعني زي ما انت بتقول الموضوع محتاج ان احنا نهدي الامور، لانه في عصر جديد بين الادارتين كمان. مش حكايه كده لا، هو برده خلي بالك برده في نقطه مهمه جدا يا دينا، لعيبه الكوره اللي بيتحولوا للمحللين لازم هم ياخدوا بالهم ان هم كانوا مشاركين في الملعب، يعني دول انتوا زمايل، يعني في الاخر يعني انتوا ايه، انتوا يعني عاصرتوا نفس الملاعب ونفس يعني اماكن الشغل، كل حاجه مع بعض. فدي لازم، دي نقطه مهمه، ان انت لما تتحول لكادر كبير بقى في اللعبه وتبقى يعني كنوستالجيا، انت راجل لاعب تاريخي سواء للنادي بتاعك او لمنتخب مصر،
فانت عليك رول، في دور عليك ان انت تعلم الاجيال الصغير. المهم انا اشوفك بتتكلم ازاي فانا هتكلم زيك، ما انت المثل ليا. فتغذيه اسلوب التعصب او بالدرجه دي لا مش حلو. ممكن انا بقول برضه مش بتكلم بصراحه، ممكن احد بيقول يرد يقول لنا ايه، بس خبها مع مثلا انا كواحد بحب الاهلي عايز احط لعيبه نادي الزمالك تحت ضغط نفسي. على فكره ده احد الاساليب، بس ما تجيش من المحلل. طالما انت اخترت تبقى محلل، تيجي منين؟ تيجي من الجمهور، الجماهير مع بعضها. لغه الجماهير مع بعضها ما حدش يلعب، ما حدش بيتدخل. الجمهور مع نفسه، يعني ما حدش من المسؤولين يتدخل. لكن مثلا هل يصح ان مسؤول في النادي الاهلي يطلع يقول هبنعمل ضغط؟ ده ما ينفعش. الجهاز الفني النادي الاهلي هل يجرؤ حد فيهم او اللعيبه اللي بيلعبوا بقى حاليا حد يطلع يقول تصريح؟ لا لا يجرؤ. ليه؟ ما ينفعش. فبالتالي هنا انا في وجهه نظري اللاعب اللي بيتحول لمحلل في الحته دي ما ينفعش ان انت تقحم نفسك في حته جماهيريه. لا، الحته دي للجمهور. الجمهور يقصف جبهه بعض، الجمهور يحفل على بعض، الجمهور يعمل كوميكس على بعض، دي حاجه خاصه بيهم، وده تشجيع كره القدم، خاصه بالمدرجات يعني. دي خاصه بالمدرجات. لازم يا جماعه مهم قوي 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 كل واحد يشوف الايه الجاكيت اللي هو لابسه بتاع ايه، مهم جدا. لازم انت عشان تعرف الدور بتاعك، بعد ما تعرف الدور بتاعك يبقى انت مضطر ومجبر ان انت لسانك يتكلم بيه الجاكيت اللي انت لابسه.